الو نشوفو دابا هداك الديسكتوب فاش قال لينا في ديك الياس بي من الانترنت هداك تخرب يا حلاه اللي تحلت. واو تحلات اكسلنت رائع جدا. واش كنت متخيل انا هذا؟ الحمد لله رب العالمين. الو عندي واحد اليو اس بي هنايا فيها مشاكل. اليو اس بي هنا فيها مشاكل. هاي تنحلها قالك فورماطي فورماطي يا سيدي فورماطي ستار اوكي قالك وراي بروتكتد. السبب هو بوتيت على لينكس بوتي لينكس واحد البرنامج صغير ديال بالينا بوتينا لينكس جربنا لينكس ما عجبناش لينكس بغينا نرجع لويندوز. هو نورمالمون وخطأت ملي درت لينكس في يو اس بي ديال 16 جيجا. الور بزاف 16 جيجا كان عليا نديرها في يو اس بي ديال 4 جيجا كافي. هذا 16 جيجا دونك خسر يو اس بي ديال 16 جيجا بغينا نرجعوها ما طعناش فورماطي ديال يو اس بي. درنا هاديك ديال هادي التيرمينال هنايا الروينة هنايا هاديك ديال الديسك بار بينا داكشي كاع كلشي جربناه ما خدمش. جربنا داكشي ديال ريجيديت هنايا ران ريجيديت هنايا من البيسا ماشين سوفتوار شتي تخربيق هنايا ورايت هاد التخربيق حتى حاجة ما خدمتش. ايوا قلنا غنجربو هاد دابا انا باقي الله قلت لها خدم ليا يخدم مع 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 الروكور التسجيل يخدم لي هادشي باش المشاهدين يشوفو. هاد الأداة هي فابور هنايا ميني تولز بارتيشن فري. نشوف هاديك شنو سميتها اليو اس بي سميتها لا ليتخل مزيان حسن جدا باش ما نخطاش باش ما نديرش شي خطا. لا ليتخ او هادي دي لا ليتخ دي هادي الورا اش غادي ندير غنبرك على لا ليتخ او هي هادي. انا ملي تندير بارتيشن هنا ديفيز مانيجر مانجمنت ديسك مانجمنت هنا هاهي هاهي اش غندير. مبغاش يعطيني دليت مبغاش يعطيني دليت مبغاش يعطيني دليت. دليت هي فورماطي تعطيني هاد 11 هي باينة 11 جوج اللي داها لينكس ما تقدرش تخدم فيها ولكن هادي اين يمكن لي نقسمها يمكن لي كلشي ملي تنقسمها تتبان. واش غادي ندير نكليكي على هاد الديسك هادي وغادي ندولو واش غادي نقولو غادي نقولو دليت يس دليت نقولو يس قبل ما تعطيني دابا هذا مفهمتش انا شنو تعطيني. نسدو نعاود نحلو يس كيف حلينا عاوتاني البرنامج قلنا هذه ديالنا هي سميتها زياد حسن جدا باش ما نخطئوش باش ما نديروش شي خطا. نصغروا هذا البرنامج هكا باش يطلع لينا الفوق هادشي هنا ديرو هكا نديرو انا اوكي ماشي مشكل ديرو هكا ما بغاش يطلع لينا هكا اكسبانديو ديال هاد سميتها هادا هي 11 جيجا 4 11 غنديرو لها ديليت اول بارتيشن هي هادي نقولو يس نقولو ابلي يس ديليتيها يمشي عليه لي ماشي فري فيوتشر باش تخربي هادشي ابلي باي ماشي قلت فري يا الله. ونسجلو هاد البرنامج هداك كتسجلو نسجلو مشينا قلبنا من الانترنيت على واحد السيريال ندخلو درو باس درو دو جيست بليز كود باس ريسان اكتيفي دو انستات انفاليد نجربو سيريا اخر بجيسر بير خرج من الانترنت بعدا اخر
Passe. Geste. Invalid key license. J'ai la connexion. Je n'ai qu'à écrire. Geste. Invalid. Je n'ai qu'à écrire. Qu'à écrire. Geste. Invalid. Je n'ai qu'à écrire. Invalid. Je vais essayer d'écrire. Geste. Invalid. البرنامج وداك الشيء كله ما اشتغل. الو دخلنا الكوموند هنا تابيت ديسك بار. ديسك بار تابيت يعني هاد تابيت ليست ديسك يعني هاد تابيت ليست ليست الوان حيت انا الوان عندي الوان اوكي تاني هادي انا تابيت عاوتاني هادي انت انا تابيت كلين قال لي سكسي في اللي كلين اوكي مزيان غادي نطابي كريت بارتيشن بريماري دير انتر قال لي سيف سيف لي كريتينغ اوكي مزيان انا كتبت لي سيليكس بارتيشن 1 قال لي بارتيشن 1 از ناو دي سيليكتد اوكي وانا نكتب لي اكتيف ندير انتر اوكي غادي نطابي فورمات فات اس اس كويك اوكي قال لي الفورمات كومبليتد Yes, this page successfully formatted the volume. Okay. بعدين نكتب ascent. دير enter. قال لي this successfully ascent driver letter amount point. Oh. Okay. هذا ملي ما خدمش لينا ماشي مجاني كيتكتب في الموقع لينا هو مجاني. الوغ تيطلع لك نسخة مجانية ولكن تيدحكوا على عيالنا. الوغ نشوفوا دابا هذاك الديسكتوب اش قال لنا في الـ USB منين درنا هذاك التخربيق. يا حلالي تحلت. واو تحلات اكسلنت رائع جدا واش كنت متخيل انا هذا الحمد لله رب العالمين الحمد لله والشكر لله عدد ما ذكرك الذاكرون واغفل عن ذكرك الغافلون الحمد لله والشكر لله عدد خلقك ورد نفسك وزنة عرشك ومداد كلمتي الحمد لله والشكر لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا الله أسبوع وأنا أتعبد مع هذه الفلاش USB ولا حل نفع معي إلا هذا الحل إلا هذا الحل غادي نكتب لكم في الديسكريبشن كل مراحل خطوة خطوة الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد هاي بروبريتي واو 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 14 جيجا الحمد لله هذا من فضل ربي اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك